السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثالث الثانوي، هنكمل مع بعض حل أسئلة الباب الثاني اللي هو التحليل الكيميائي، ونشوف الموضوع مع بعض رقم 4 اللي هو اختبارات إضافية للكشف على الأنيونات. هو ده الأسئلة اللي فيه معظمها مطابق للمنهج بتاعنا. أول سؤال بيقولنا يريد عالم الكشف عن وجود أنيونات البيكربونات، البيكربونات اللي هي HCO3، فأجرى التجربة الآتية: جاب الملح بتاع الصوديوم اللي هو ما نعرفش اذا كانت كربونات او بيكربونات، وضاف له MgSO4 وكبريتات مغنيسيوم، ما حصلش تغيير في الانبوبه دي، راح مسخن حصل ان نتج في قاع الانبوبه زي ما انت شايف الراسب لونه ايه؟ ابيض. ما لون الراسب المتكون؟ طبعا احنا شايفين الراسب لونه ايه؟ ابيض، طالما بيكربونات وبفاعلها مع كبريتات المغنيسيوم، دي التجربه التاكيديه بتاعت البيكربونات، فبيدينا راسب ابيض بس بعد التسخين، لكن لو كان ده كربونات بيدينا راسب ابيض مباشره على البارد. ما صيغه الراسب؟ طبعا هيبقى كربونات مغنيسيوم. لازم اعرف الراسب لونه ايه والرمز بتاعه كمان او الصيغه بتاعته ايه. السؤال الثاني بيقول لي التفاعل مع كلوريد الباريوم هو احد الاختبارات التي تستخدم للكشف عن الوجود المحتمل لايونات الفوسفات. المعادلة الرمزية لهذا التفاعل كالآتي. فاحنا طبعا احنا بنعمل المعادلة عشان نشوف الاكس ده يطلع ايه. Na3PO4 زائد 3 BaCl2، دي مجموعة كلوريد الباريوم اللي هي ما ينفعش اكشف عنها باستخدام لا حمض الهيدروكلوريك ولا حمض الكبريتيك. فبيبقى في تبادل مزدوج. الصوديوم مع الكلور هيدينا NaCl. NaCl زائد البي اي مع البي او 4 هيبقى بي اي بي او 4، هيبقى بي اس 3 بي او 4 باي 2. لذلك هنا هضرب في 2 عشان اوزن المعادله، ودي هتبقى طبعا 6، ودي بي اس 3 بي او 4 باي 2، ده الراسب المتكون اللي هو فوسفات الايه؟ الباري. يبقى فين الراسب بتاعي؟ هيبقى الاختيار رقم ب اللي هو بي اس 3 بي او 4. فانا بعمل معادله عشان اشوف مين هو اكس اللي هيتكون. طب لون الراسب ايه؟ هيبقى راسب ايه؟ ابيض. الفوسفات راسب ليها راسبين معايا في المنهج، راسب اللي هو فوسفات الباريوم راسب ابيض، وفي راسب فوسفات الفضه ده راسب اصفر بيذوب في محلول النشادر وبيذوب كمان في الاحماض المخففه. السؤال رقم 3 عند اضافه او عندما اضاف طالب حمض الهيدروكلوريك المخفف الى عينه من كبريتيت الصوديوم للكشف عن ايون الكبريتيت، تصاعد غاز عديم اللون له رائحه نفاذه، ما الاسم الذي يطلق على هذا الغاز؟ انا حافظ التجربه بتاعه اضافه الحمض الهيدروكلوريك اللي هي التجربه الاساسيه الى محلول كبري الى ماده صلبه اللي هي كبريتيت الصوديوم، هيدينا غاز اسمه SO2، ده نفاذ الرائحه اللي هو بيخدر ورقه مبلله بثاني كرومات البوتاسيوم المحمضه. فالغاز اللي طالع هنا هيبقى غاز ثاني اكسيد الكبريت، على الاختيار رقم الف. طيب اي مما يلي يمكن استخدامه للكشف عن هذا الغاز المتصاعد؟ انا لسه قايلها دلوقتي ان انا بستخدم محلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضه اللي هو K2Cr2O7، اللي هو طبعا بيتحول للون الاخضر من برتقاني يبقى اخضر. السؤال الرابع، اي من الاتي يحدث عند معالجه عينه من سايوسلفات اللي هي ثايوكابريتات الصوديوم بحمض الهيدروكلوريك المخفف؟ كلنا عارفين ان ثايوكبريتات الصوديوم اللي هي Na2S2O3 لما بضيف لها HCl بيحصل حاجتين، بيحصل ان بيتصاعد غاز SO2 وبيتكون راسب اصفر معلق من الكبريت طبعا مع كلوريد الصوديوم الناتج الثالث. يبقى اي من الاتي يحدث عند معالجه عينه من ثايوكبريتات الصوديوم بحمض الهيدروكلوريك المخفف؟ على طول يتكون راسب اصفر معلق وتصاعد غاز ثاني اكسيد الكبريت، يعني الاختيار رقم ه اللي هو الاخير، راسب اصفر وتصاعد غاز ثاني اكسيد الكبريت. السؤال رقم 5 بيقول لي توضح الصوره 4 انابيب اختبار يحتوي كل منها على ملح صوديوم مختلف. الملح الاولاني ده Na2S مكتوب اهو تحت الانبوبه كبريتيد الصوديوم. الملح الثاني ثايوكبريتات الصوديوم. الملح الثالث فوسفات الصوديوم. الملح الرابع بيكربونات الصوديوم، يعني مكتوب الرموز بتاعت كل ملح تحت كل انبوبه. اضاف احد الطلاب بضع قطرات من نترات الفضه AgNO3 على كل انبوب اختبار من الـ4. طبعا نترات الفضه انا خدتها مع الكبريتيد وخدتها مع الفوسفات
اللي هي البي او 4 ديت، لكن ما خدتهاش مع مع السايوكابريتات وما خدتهاش مع البيكربونات، يبقى اذا النتيجه لا تظهر عندي يا اما مع الكبريتيد يا اما مع الفوسفات. خدتها انا مع الفوسفات، نترات الفضه مع الفوسفات بيدي رسب اصفر يذوب طبعا في محلول النشادر ويذوب في الاحماض المخففه، لكن نترات الفضه مع الكبريتيد، هو اي ماده مع الكبريتيد بتدي رسب اسود على طول. فبيقول لي ايه، اضاف احد الطلاب بضع قطعات من نترات الفضه على كل انبوبه، في اي انبوبه اختبار يتكون رسب اسود اللي هو الرسب بتاع اللي مع الكبريتيد على طول، اللي هي الاختبار انبوبه رقم الف، اللي هي الاختيار رقم ايه؟ رقم ب. في تجربه منفصله، يعني عمل تجربه تاني واضاف الطالب بضع قطرات من اتش سي ال في كل انبوب اختبار، في اي انبوب اختبار يتغير اللون الى الاصفر، يعني اتش سي ال اضيف الانبوبه من دول هيدينا لون اصفر اللي هو مين؟ الثايوكابريتات فعلا، اللي هو الاختيار رقم ب برضه، بس هنا الانبوبه رقم ب اللي هو الثايو كبريتات. ليه اصفر؟ قال لي عشان اول ما بضيف اتش سي ال الى السايو كبريتات في غاز بيطلع عديم اللون، بس بيتلون المحلول كله بلون اصفر عشان في رسب اصفر معلق، مش بيترسب تحت، لا بيتعلق في المحلول كله من الكبريت اللي احنا لسه قايلينها في السؤال اللي قبل كده. سين 6، توضح الصوره سلسله من الاختبارات. يعني جاب لي ملح اكس وضاف له اي جي ان او 3 ونفس الملح ضاف له اتش سي ال والناتج ضاف له اسيتات رصاص اللي هو سي اتش 3 سي او بي بي اللي هو موجود قدامي ده. توضح الصوره سلسله من الاختبارات اجريت على ملح مجهول من املاح الصوديوم اللي هو اكس اللي احنا قلنا عليه، بس ما نعرفش مين هو الملح اكس، بس زي ما انا شايف لما ضفت نترات فضه للملح اكس ادانا رسب اسود، رسب اسود يبقى الملح اكس ده فيه كبريتيد، لان الرسب الاسود ما بيظهرش غير مع الكبريتيد، يبقى الانيون هنا في كبريتيد. ولما ضفت اتش سي ال على نفس الملح في تجربه منفصله تصاعد غاز مكتوب كده ايه؟ كريه الرائحه. كريه ايه؟ الرائحه، ده بيأكد الكلام، كريه الرائحه يعني تصاعد غاز اتش 2 اس اللي هو كبريتيد الهيدروجين، يبقى ده اكد لي الكلام، مش محتاج اكمل، ان الملح ده عباره عن كبريتيد الصوديوم. طب اشمعنى صوديوم؟ يعني الكبريتيد وعرفناها من التجربه، هو قال لي ملح صوديوم، يعني الملح ده فيه صوديوم، يبقى الاختيار رقم ج اللي هو كبريتيد ايه؟ الصوديوم. اعطى احد الطلاب او اعطي احد الطلاب خمس محاليل مجهوله من A ل E ارقام الانابيب واخبر انها املاح صوديوم، يعني ال A وال B وال C وال D وال E دول عباره عن خمس انابيب فيهم املاح صوديوم مختلفين، لدى الطالب فقط HCl مخفف وبعض نتراته الفضة المتوفر ولا توجد أدوات أخرى بالمختبر. أضاف الطالب HCl المخفف إلى عينة واحدة من كل محلول، يعني كل الأربع الخمس أنابيب دول ضاف لهم HCl، وأضاف AgNO3 إلى عينة أخرى، عينة واحدة مش كلهم معلش، أضاف HCl المخفف إلى عينة واحدة وأضاف AgNO3 إلى عينة أخرى. يوضح الجدول الملاحظات الخاصة بكل تفاعل، يعني جاب الخمس أنابيب كده، ادي الخمسة A B C D E، عمل منهم عينة، عينة هنا وعينة هنا وعينة هنا وعينة، وجاب خمس أنابيب تاني كل واحدة فيهم عينة برضو من نفس الايه؟ الملح. الخمسة دول ضاف لهم HCl، نفس العينات دي في تجربة منفصلة ضاف AgNO3 وكتب النتائج اللي حصل عليها. مع HCl الـ A لا توجد ملاحظات، الـ B غاز عديم اللون، السي طلع غاز عديم اللون ريحته كريهه، الدي تكون رسب اصفر، الاي نتج غاز بني محمر. طيب لما ضفنا ثلاث الفضه الى العينه مره اخرى، مع الاي ادانا رسب اصفر، مع البي ادانا رسب عدم تكون رسب، مع السي تكون رسب اسود، مع الدي تكون مفيش رسب اتكون، مع الاي مفيش رسب اتكون. اي محلول يحتوي على الارجح على بيكربونات، بيكربونات أنا عارف HCl مع البيكربونات بيحصل فوران وتصاعد غاز عديم اللون، فالوحيدة اللي طلع فيها غاز عديم اللون اللي هي الأنبوبة B و C، هنا عديم اللون وهنا عديم إيه؟ اللون، بس السي مكتوب ذو رائحة كريهة، لا يبقى ده مش ثاني أكسيد الكربون، ده H2S، يبقى الاختيار اللي هو إدى غاز عديم اللون اللي هو ثاني أكسيد الكربون اللي هو الاختيار رقم B، يبقى ما عنديش غير رقم B اللي هو الاختيار رقم B.
اي محلول يحتوي على ارجح على نتريت، النتريت مع اتش سي ال بيطلع غاز ان او عديم اللون، بعدين بيتحول لبني محمر. بني محمر اهو مكتوب، يبقى الانبوبه رقم ايه هي اللي ادت غاز لونه بني او بني ايه محمر، اللي هو مين الاختيار رقم ايه او اتش. اي محاليل املاح الصوديوم الموضحه لا ينتج غاز عند اضافه اتش سي ال المخفف. يعني لو ضفنا اتش سي ال الى الاملاح اللي مكتوب عليها دياتي بيكربونات الصوديوم وهنا فوسفات الصوديوم وهنا ثيوكبريتات الصوديوم وهنا كبريتيد الصوديوم مكتوب تحت كل انبوبه الماده. هنضيف اتش سي ال، بيقول لك في واحده منهم مش هتدي ايه؟ مش هتدي غاز. طبعا اللي مش هتدي غاز اللي هي الانبوبه رقم سي، دي فوسفات. الفوسفات اصلا ما خدتلهاش تفاعل مع اتش سي ال، دي تبع مجموعه كلوريد الباريوم، بالتالي ملهاش تجارب مع اتش سي ال. اتش سي ال مش هيدي معاها نتيجه لانه اقل ثباتا من الحمض بتاعها اللي هو حمض الفوسفوريك. اما البيكربونات هتدي والثيوكبريتات هتدي غاز اس او 2 والكبريتيد هيدي غاز كريه الرائحه اللي هو اتش 2 اس. يبقى عندي الاختيار رقم سي او جيم يعني. اي املاح الكربونات الاتيه له اعلى ذوبانيه في الماء. طب ودي اعرفها منين؟ احنا خدنا ملحوظه كده قلنا كل الكربونات لا تذوب في الماء، يعني ما تعملش اول ما احطها في الماء تبقى رواسب على طول، ما عدا ثلاثه. كربونات الصوديوم لا دي تدوب، كربونات البوتاسيوم تدوب، كربونات الامونيوم الثلاثه دول يدوبوا. يبقى اعلى ذوبانيه اي حد من الثلاثه دول، لو لقيت واحد هنا يبقى هو ده الاعلى ايه ذوبانيه. فانا لقيت كربونات البوتاسيوم يبقى اذا ده اللي هيدوب فعلا كربونات البوتاسيوم، يبقى الاختيار رقم ج هو الاعلى ذوبانيه. المره الجايه ان شاء الله هنكمل كشف على الكاتينات، بعد نخش على موضوع المسائل المعايره والتطاير والترسيم. السلام عليكم.